ليقربنا أكثر مما يحدث داخل البرلمان التونسي الآن. عاد إلينا من جديد بلال مبروك مراسلنا. بلال، ما الذي يجري الآن؟ ما زالت حالة الهرج مستمرة، ورئيس الجلسة أين ذهب؟ نعم، هي ربما أمور تقنية وترتيبية، ربما كما كنا نتابع، يعني تلك هي الأسباب. هناك من يريد أن يكون التصويت علني، وهناك من يريد الإبقاء على هذه الجلسة كما تم إقرارها، وأن يكون التصويت سري، ويعني مثل ما تم في جلسة منح الثقة. ربما هناك نوع أو حالة من ربما هناك وقت ربما سيأخذه البعض من التقنيين في مكتب مجلس النواب ليرون ما يمكن أن يعملوا. إلى ذلك هناك نقاشات متواصلة. من من خلفك بلال؟ يعني هل هم نواب؟ يعني من يقف من خلفك في الصورة؟ هل هم نواب يتناقشون الآن حول صحيح ما الذي سيجري داخل البرلمان من تصويت؟ قرب أكثر لنا المشهد عزيزي. بالضبط، هذه النقاشات يعني منذ الصباح، وهذا يؤكد على غموض الموقف حتى اللحظة. يعني هناك نقاشات تدور هنا في أروقة مجلس النواب، وربما مجمل هذه النقاشات فيما يتعلق بحزب قلب تونس. يعني هذا هو ربما الغموض يلف كتلة حزب قلب تونس، خاصة بعد الموقف الغامض لرئيسه ولقيادته بأنه سمح لنوابه بالتصويت بشكل فردي وبكل حرية. هذا ما يلف ربما الغموض، ما يجعل هذه الكتلة تكون محل تجاذب. هذا هو ربما ما يحدث. هناك المشاورات ما زالت متواصلة. بلال، فقط يعني لنقرب الصورة أكثر لمشاهدينا الآن، هذا العاجل على الشاشة نتابعه هو رفع جلسة البرلمان مؤقتا لوسط خلافات تابعناها وما زالت تحدث لسحب الثقة من راشد الغنوشي. لو تعطينا معلومات أوفى، ولو كان بإمكانك أن تلتقط أي من الضيوف الآن، يعني النواب من خلفك كما ذكرت هما من قلب تونس. صحيح. وهذا هو الرقم الصعب يبدو لي اليوم. صحيح، بالفعل ربما للإضاءة أكثر عن هذا الموضوع سيكون معنا الأستاذ حاتم المليكي رئيس الكتلة الوطنية. أستاذ حاتم، ما الذي يحدث الآن بالضبط؟ لماذا تم رفع الجلسة مؤقتا؟ وما هي ربما حتى نوضح للمشاهد العربي ما الذي يحدث بالضبط؟ وما هي مواطن الخلاف الآن؟ مكتب المجلس أقر أن الجلسة سرية احتراما لتوازي الشكليات. يعني إن وقع انتخاب رئيس المجلس بشكل سري، فالمجلس قرر انه عمليه سحب الثقه تتم بشكل سري. هنالك خلاف بين بعض النواب، نواب حركه النهضه يطالبون انه السريه تعني الدخول الى خلوه، في حين ان النواب الاخرين يعتبروا انه السريه ممكن توزيع الاوراق كما حدث في السابق، يعني كما حدث خلال انتخاب رئيس مجلس النواب، وفي تقديري هذا هو الاسلم. احترام توازي الشكليات يعني أن طريقة التصويت لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب تتم بنفس الطريقة التي وقع التصويت بها ليتولى رئاسة مجلس النواب. يعني الإشكال شكلي ترتيبي بالأساس وليس الهوية بعد آخر، ولكن عنده معنى سياسي. معناه السياسي أنه ممكن فيه عدم إحراج نواب قد يصرحون بموقف ويقومون بعكس ذلك. بالضبط، هذا بالضبط هذا هو أستاذ. أنتم على الأقل موقفكم كان واضح في الكتلة الوطنية، غير محرجين وغير معنيين بالإحراج، أنتم ستذهبون نحو سحب الثقة. نحن نذهب إلى سحب الثقة نظرا للإخلالات الكبيرة في تسيير مجلس النواب. ندعو النواب إلى إعادة ترتيب المجلس، وأن يفهم الجميع أن رئاسة مجلس النواب هي رئاسة تقنية إدارية إجرائية وليست رئاسة سياسية لمجلس النواب الشعب. موقفنا واضح وسنمر إلى التصويت. هناك من يتحدث على أن ربما الشخصية التي ستخلف راشد الغنوشي إذا تم يعني انتخاب شخصية أخرى قد لا تغير كثيرا، كيف تقرون هذا الكلام؟ هو من شروط انتخاب، أظن الجميع فهم دور رئيس مجلس النواب الشعب، ومن الشروط التي يجب أن يلتزم بها أي مرشح قادم لرئاسة مجلس النواب الشعب أن يكون على مستوى كبير من الحياد والنزاهة والشفافية، وأن يضمن استقلالية رئاسة المجلس، وأن يعيد النظر في طريقة تسيره. طيب، سؤال لست أدري إذا كان يتسنى لك الإجابة عنه ولا، بوصفك كنت قياديا بارزا في حزب قلب تونس ومؤسس لهذا الحزب، أين يتوجه هذا الحزب الآن؟ والله لا عندي معطيات. أنا أسست قلب تونس مع مجموعة من الأصدقاء والرفاق، وأتمنى أن قلب تونس يبقى دائما على الرؤية التي أسسنا عليها هذا الحزب. حدثكم هل سيذهبون إلى هذا؟ والله لا أعرف.
نعم، اتمنى انه الاصدقاء في قلب تونس يراجعوا موقف. شكرا جزيلا. شكرا سي حاتم. طيب بلال، اذا كما استمعنا داليا لرئيس الكتله الوطني حاتم المليكي، ربما المساله واضحه، هو مساله شكليه بالاساس، وربما التصويت بشكل سري له رمزيه سياسيه وحيده، انه لا يمكن الكشف عن هويه النواب الذين سيصوتون مع صاحب اللائحه اما ضده، وبالتالي قد تعود هذه الجلسه في بحر نصف ساعه على الاقل. نعم.